بسم الله الرحمن الرحيم. فلما تجاوز قول فتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سمرنا هذا نصبا. قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الموت وما أنسانه نيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما تحيط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أملك ولا أسي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني أسرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوا فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنتبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل
كل سفينة غصبه. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربهما أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن أمره ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويجعل وجهك عند القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إلا من كان له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين هميئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ويعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين سدين وجد من دونها قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينه سدا. قال ما مكني فيه ربي خيرا فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينه ردما. أدوني زور الحديد حتى إذا سوى بين صدفين قال انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال أدوني أغرق عليه كدرا. فما استطاعوا أن يسهروه وما استطاعوا له نقبا. ما سوداكم ما صدق الله العظيم.